مفيش تسبكات، مفيش كلف، مفيش نمش، توحيد بالبشرة كمان، هيشيل كل الرؤوس السوداء، الرؤوس البيضاء، الجلد الميت. غير كده كمان هينظف البشرة بعمق. أحلى بجد حاجة ممكن تستخدميها في حياتك لتفتيح وتوريد ونضارة البشرة، ده غير انه كمان هيشيل كل الجلد الميت، هينظف البشرة بعمق، هيخلي البشرة حرفيا فلتر طبيعي، هتتغير 180 درجة. جربوها واكتبولي في الكومنتات وقولي رأيكم. لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني أول بأول. اول حاجه هحتاج معايا واحده من البطاطس، ويكون حجمها ولا صغير قوي ولا كبير قوي. البطاطس من الحاجات اللي بتشيل البقع والتصبغات والكلف والنمش، بيوحد اللون كمان، بيصفي البشره من اي تصبغات، بيصفي البشره، بيخلي البشره فاتحه وموردة، وكمان بيخلي البشره موحد لونها، بيخلي البشره ما فيهاش اي هالات سودا، ما فيهاش اي اثر حبوب. بجد حلوه قوي. اهم حاجه تكوني غسلاها كويس ومنشفاها، وده كده بقشرها، تمام؟ مش هقشرها. انت لو حابه تقشريها ما فيش مشكله، انا بالنسبه لي مش هقشرها، انا حبيت بس اقول لك فوائدها، تمام؟ وهبدا ان انا ابشر تمام. بصوا هنا انا بشرتها ما شاء الله، عملت كمية حلوة قوي. تمام، هنا هبدأ ان انا اصفيها، فهجيب معايا طبق وهبدأ ان انا احط فيها اي شاشة او اي حاجة بتصفي فيها عموما، او مصفى براحتك خالص، وهفضي الكمية اللي انا عملت منها البطاطس، وابدأي اعصريها، نزلي لي كل المية اللي فيها. عايزة اقول لك مية البطاطس من الحاجات اللي بجد تحفة جدا للبشرة اهو. تمام، هركن دي بقى كده على جنب، وهجيب معايا طبق تاني صغير، وهضيف معلقة من حبة البركة. تمام، هاخد كده معلقة مليانة من حبة البركة، وهبدأ أضيف عليها معلقة من الحليب البودر. تمام، حبة البركة من الحاجات اللي بتقلل التصبغات واثر الحبوب، وكمان بيفتح البشرة جدا. الحليب طبعا كلنا عارفين فوائده، مليان بالفيتامين، وكمان بيفتح البشرة، بيوحد اللون بسرعة جدا. تمام، انا هنا قلبتهم اهو كده في بعض، وهبدأ ان انا اضيف عليها يعني معلقتين من مية الورد. تمام، اللي هو بس ايه، احاول ان انا اقلبهم كده بس حاجه بسيطه في بعض. وهبدا اضيف عليهم ميه البطاطس. تمام كده، وهقلبهم. هضيف عليها معلقتين من الجيلاتين، ده شكله شبه الرمل كده، اسمه جيلاتين، هتلاقيه عند العطار. انا هاخد كده منه معلقتين. تمام، وابدأي اقلبيهم بقى كويس زي ما انت شايفة كده. هبدأ بقى اعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب طبق وهنضيف عليه كوباية مية مغلية، كوباية مية مغلية، وهبدأ انزل الطبق اللي هو فيه الخلطة بتاعتي علشان يبقى حمام مائي يفكلي ويسيح لي الجيلاتين، لانه بصوا الجيلاتين بقى مجرد قطعة جمد، فلازم ان انت تسيحيه في حمام مائي او الميكروويف، ايا كان عايزه تسيحيه في ايه، وتسيبيه لحد ما يفك خالص ويبقى معاكي زي الكريمه، ونشوف هنعمل ايه بعد ما يفك.
تمام. بصوا فكت معايا ازاي. طبعا ممكن ان انت تسخني برضو على النار في حمام مائي، ما فيش مشكله، المهم ان انت تخلوني ناعم كده وخلاص. باي طريقه بقى انت حابه تسخنيه او تسيبيه زي ما انت عايزه. كل اللي انا بعمله ببدا افرده على البشره، تمام بالشكل ده. بصوا وهسيبه لحد ما ينشف خالص، هتسيبيه لحد اما ينشف خالص، هو هينشف معاكي بسرعة خالص. بصوا هسيبه نص ساعة لحد ما ينشف خالص وارجع لكم. بصوا هنا بعد ما نشفت، طبعا يا ريت تسيبوها تنشف خالص يعني. بصوا شايفين حرفيا تحفة، بيشيل كل الرؤوس البيضة والرؤوس السوداء وبينظف البشرة جدا زي ما انتوا شايفين. بجد من الحاجات اللي تقدري تستخدميها لو عايزة تنظيف بشرة عميق، كمان بينظف البشرة من اي شعر وبري اي تسبغات، كمان لو عندنا اثر حبوب. بجد حلوة قوي، انت كل اللي عليكي هتشديه من تحت لفوق بالراحة جدا، هتلاقي كل الشعر الوبري طلع، الرؤوس البيضة، الرؤوس السوداء، اي دهون زيادة. كمان لو عندنا كلف في البشرة، نمش، بشرتنا فيها ارهاق، عندنا جلد ميت شديد او كتير، بجد حرفيا تحفة. هيحول بشرتك من اول استخدام، لانه فعلا من اول استخدام بيشيل كل اللي انا قلت عليه. جربوه بنفسك واكتبولي في الكومنتات بعد ما جربتوه النتيجة ايه وحصل ايه. اهم حاجة تعملي الخطوات صح علشان تطلع معاكي صح. وزي ما قلت لكم الجيلاتين، عشان في بنات كتير مش عارفه الجيلاتين ده شكله ايه او بيتباع فين، انت روحي عند اي عطار كبير وقولي له عايزه جيلاتين مطحون، ده تحفه بجد. انا بستخدم الماسك ده مرتين في الشهر، يعني مره كل 15 يوم بجد، عشان ببقى محتاجه تنظيف عميق للبشره، وكمان بيخلي البشره بتلمع زي الفلتر. اهم حاجه بعد ما اشيل الماسك من على وشي واغسل وشي كويس جدا، لازم ترطبي كويس قوي قوي، الترطيب مهم جدا، عشان الترطيب هو اللي هيدي نتيجه احلى واحلى وملمس حلو، وكمان هيخلي البشره منوره. ما تنسوش بقى تعملوا لي احلى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول. ما تنسيش تشيري الفيديو لاصحابك علشان يستفادوا زيك، ولو الوصفه عجبتكم بجد جربوها واكتبوا لي في الكومنتات وقولي رايكم. هروح اغسل ايدي وهوريكم النتيجه، وبعد كده باي باي.